دايركتور تبع سيجما كوميونيكيشن ليميتد بسيراليون، والسي او او تبع الجروب بوست افريكا كمان للسيجما كوميونيكيشنز ليميتد، يلي هي شركه مختصه بالتو واي راديو كوميونيكيشنز وبالطاقه البديله. وين اي ترافلد تو افريكا ات وازنت باي تشويس، يعني كان في عنا حرب بلبنان، قررت انا افريو مثل كل الشباب بدها تنزل تشوف فرصه العمل، تاسس حالها وتنطلق بالحياه. اشتغلت بليبيريا من 92 ل 96 بالدومين تبع الكوميونيكيشنز راديو كوميونيكيشنز، وبال96 انطلقت بالسيجما كوميونيكيشنز ليميتد بقلب سيراليون. ليش سيراليون؟ انا حبيتها للبلد لانها كوايت، عندها شط كتير حلو، العالم اللي فيها السيراليونيه كتير ويلكمينج بيبل، اللبنانيه كتير كمان جاليه مرتبه. كان في مجال انه نشتغل بالراديوز بالراديو كوميونيكيشنز، نحن اليوم يعني وي ار ذا ليدنج بالراديو كوميونيكيشن بسيراليون، واكيد يعني عنا حلم نكبر اكثر من هيك بكثير، يعني نقدر نعمل. هلا في عنا بروجي بسيراليون 200 ميجا وات انه على الطاقه البديله، وعم ننتشر اكثر بوست افريقيا. بعد افريقيا از ذا ماذر لاند، يعني بعد في اوبورتونيتي. اول شيء انا قلبي ايه حبيته، لانه اول شيء عم بيجمع اللبنانيين كلهم. انا بحب انه يصير في اضواء على وست افريقيا بالاخص. وست افريقيا هي الاساس تبع المغتربين اللبنانيين على افريقيا. جينا على